نروح لخبر ثالث، نجم كبير كل الناس كانت التساؤل هل يبقى في ناديه او ينتقل الى ريال مدريد. بتكلم على كليان امبابي، طبعا مهاجم باريس سان جيرمان. طبعا يمكن اللي اثار الجدل مجددا في باريس حول مستقبله وسط تكهنات بامكانيه رحيله عن النادي في الموسم القادم. بعض الشبكات الار تي ال الفرنسيه قالت ان امبابي غاب عن التدريبات الجماعيه للفريق الباريسي النهارده واكتفى بتدريبات داخل صاله الالعاب البدنيه بمقر النادي الباريسي. اضافت كمان ان موقف امبابي يعني هيحسمه التقرير الطبي في مشاركته المباراه الاخيره امام ميتس يوم الجمعه اللي جايه. حضراتكم عارفين نهايه الجوله الاخيره من الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان امام ميتس. عايز اقول لحضراتكم انه بنسبة 99.9% امبابي هيكون في ريال مدريد. طبعا كمان اللي خلاني اقول كده ان خلاص حضراتكم عارفين ان الدوريات او الاندية الاوروبية كلها نشرت التيشيرت الجديد للموسم القادم، وطبعا في الستورز او يعني في محلات البيع اختفى تيشيرت امبابي عن الموسم القادم. دي كانت اشارة واضحة جدا لطبعا انتقال امبابي خلاص الى النادي المدريدي ريال مدريد. حلم امبابي طبعا الانتقال لريال مدريد اللي هيكون متواجد معاه الموسم القادم. طيب